من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. إذا أراد الإنسان أن يبتعد عن المشاكل وأن يتمتع بوقته أكثر وأن يريح فكره، عليه أن ينظم أمره. تنظيم الأمر من أهم المقدمات للابتعاد عن المشاكل أو لتقليلها وللاستفادة من الوقت أكثر. أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم وصى وصية، وهذه الوصية مذكورة في نهج البلاغة. ومن المعلوم أن الإنسان حينما يوصي يذكر في وصيته أهم الأمور، والإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام يذكر في وصيته التي يوصي به أبناءه وأقرباءه ومن بلغه هذا الكلام: أوصيكما وجميع ولدي كذا، ومن بلغه يبتدئ بتقوى الله إلى أن يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: الله الله في نظم أمركم، يعني اتقوا الله أو احفظوا ما يتعلق بأموركم عبر نظم الأمر. إذا نحن قرأنا حياة الناجحين في الحياة في أي مجال من المجالات، نجد هؤلاء من أهم أسباب نجاحهم التخطيط لأعمالهم، يعني يخطط لبرنامجه وبعد ذلك يسير على البرنامج الذي خططه. الآن في عالم اليوم يقولون من أهم الوزارات أو الدوائر أو الأقسام هي وزارة التخطيط، يعني هناك وزارة كبيرة جدا، هذه الوزارة تخطط فقط، عملها تخطط للبرامج الحكومية. وكذلك في بعض الوزارات الأخرى هناك دائرة مهمة للتخطيط، يجتمع فيها مجموعة من المفكرين، من الأخصائيين، من أصحاب الخبرة، ويخططوا للدولة أو لتلك الوزارة. وفي كثير من الدول المشكلة الأساسية التي توجب التخلف أو الفوضى هو عدم وجود تخطيط سليم. لعلكم قرأتم أو شاهدتم في بعض الأحيان تخصص ميزانيات ضخمة لأعمال، فلا توجد مشكلة في المال لكن العمل لا ينجز،
أو يتأخر تنجيزه أو يكلف أضعاف ما رصد له من ميزانية. يقولون السبب شنو هو؟ السبب سوء التخطيط أو عدم وجود التخطيط، يعني لم ينظموا أمرهم، وعدم تنظيم الأمر أدى إلى الفوضى، والفوضى تقتل الوقت وتقتل الأعصاب وتقتل المال وتقتل الإمكانات. ولذا يقال الشخص الذي يريد أن يتمتع بوقته عليه أن ينظم وقته، وفي المثل تنظيم الوقت توسيعه. بعض الأحيان الإنسان يرى نفسه مشغولا جدا بحيث أنه هو والآخرون يرونه دائما في هم لبعض أموره. في الواقع هذا الإنسان لو كان ينظم برامجه لعله كان يجد متسعا من الوقت. احنا عندنا بعض العظماء الكبار مع أنه كانوا يقومون بأعمال كبيرة ومهمة جدا، ومع ذلك لهم متسع من الوقت، عند وقت فائض. هذا الوقت الفائض قد يصرفه في العبادة مثلا، قد يصرفه في أي أمر آخر مفيد أو في الأمور الشخصية، عظيم ويقوم بأدوار جدا مهمة، ولكن مع ذلك تراه له متسع من الوقت. وتشوف إنسان ما عنده أعمال مهمة، لكن حسب المثل ليس له فرصة لكي يقوم حتى ببعض أوليات حياته، دائما مخبوص، دائما في فوضى. السبب في ذلك أنه لم ينظم وقته. أما الإنسان إذا نظم وقته سواء في المجال الشخصي أو في المجال الأسري أو في المجال الاجتماعي أو في المجال الأوسع من ذلك، فإنه سيجد هم متسع من الوقت، وهم نجاح في العمل، وهم الوصول إلى النتائج المرجوة المطلوبة. يعني مثلا في الحياة الشخصية، كل واحد منا له حياته الشخصية وله حياته الأسرية وله حياته الاجتماعية. في حياة الشخصية إذا أمور منظمة، إذا نومه منظم، إذا أكله منظم، إذا ذهابه وإيابه منظم، إذا برامجه الشخصية منظمة، تشوف يستفيد من وقته أكثر، يوصل للنتائج أكثر، ويجد متسعا من الوقت، فيتمكن من استثمار ذلك الوقت في أعمال أخرى. الأخ سيد محمد رضا رحمة الله تعالى عليه كان عنده دائما ورقة، كل يوم هذه الورقة يضعها في جيبه، وكل يوم بين يوم أو يوم ثاني يوم يغير هذه الورقة. ماذا يريد أن يقوم به من أعمال خلال ذلك اليوم؟ كل يسجله. بعض الأحيان الإنسان تخونه الحافظة، ينسى بعض الأمور، لكن إذا دون وكتب بعد ما راح ينسى. إذا عنده موعد مكتوب، إذا عنده برنامج زيارة الحرام كاتبه، معين فرصة ووقت له. حتى الأمور الجزئية أيضا، مثلا ورقة وجدت صهره نقل لي بعد وفاته، هاي الورقة الأخيرة اللي كان اليوم قبل وفاته منظم أموره فيها، كاتب في هذه الورقة أنه مثلا حسب تعبيرنا الكلينكس المحارم، يعني نحتاج إلى مثلا 3 كلينكسات يكون في جيبه، حتى إذا احتاج إليها مثلا ليكون أنه يشغل فكرة بأن يكلف فلان أو فلان أو يطلب من فلان أو يؤخذ من وقته دقائق لأجل أنه مثلا يحضر ورقة مثلا منديل كلينكس. حتى إلى هذا المقدار الجزئي منظم وقته وبرنامجه، تخطيط كامل هذا اليوم، وكذلك التخطيط الأوسع في هذا الشهر في هذه السنة وكذلك للمستقبل. فلذا مع قيامه بأعمال كثيرة جدا، ولكن مع ذلك كان له متسع من الوقت
ليقوم أيضا بأمور أخرى خارج من البرامج، خاصة الأمور الطارئة الذي مثلا بعض الأحيان تصير، مع أنه كان يستفيد من كل لحظة من أوقاته. المقصود أن الإنسان عندما ينظم برنامجه وينظم وقته، مو بالضرورة يكون واحد من العلماء الكبار أو العظماء أو كذا، لا، حتى أي واحد إنسان عادي، رجلا أو امرأة، حتى إذا طالب في المدرسة، إذا منظم وقته ومنظم برنامجه ومخطط لهذا البرنامج ولهذا الوقت، راح يستفيد أكثر. هذا في الحياة الشخصية، وكذلك في الحياة الأسرية، زوج مع زوجته أو أسرة صغيرة لهم أولاد، أو شوية أسرة أكبر الأقرباء، على هذه الأسرة أن تنظم برنامجها. الزوج ينظم برنامج الأسرة، الزوجة تنظم برنامج الأسرة، حتى أولا لا تكون هناك مشاكل، حتى في الأمور الجزئية، حتى في الأمور الجزئية. يعني بعض مثلا النساء كمثال، خلال أسبوع ينظمون الطعام الذي ينبغي أن يجهزوه في هذا الأسبوع مثلا، هذا كمثال جزئي جدا، ولكن الغرض من هذا الكلام أن الإنسان إذا كان كل حياته مبنية على النظم حتى في الأمور الجزئية، راح يقلل مشاكل حياته، راح يستفيد من وقته أكثر، راح يخرج نفسه من الحيرة. من الحيرة الإنسان كثير من الأحيان محتار، وهذه الحيرة قاتلة للإنسان ولوقته ولفكره. فإذا الزوجان، إذا الأسرة الصغيرة نظموا برنامج حياتهم اليومي، الأسبوعي، الشهري، السنوي، في الأمور الصغيرة والأمور المهمة، راح يوصلون إلى أعمالهم أكثر، مشاكلهم تكون أقل، واستفادتهم من وقتهم تكون أكثر. حتى إحنا عندما نراجع الأحكام الشرعية، قسم كبير من الأحكام الشرعية روعي فيها النظم حتى حياتنا تتنظم. مثلا الصلاة كمثال، لأن الإنسان إذا تعلم على شيء ولو في مجال، يمكن هذا التعلم في مجال يسري إلى كل حياته. الصلاة لها وقت معين، وأفضل الوقت وأوقات الصلاة أول الوقت. ليش الصلاة أول الوقت أفضل؟ هسه الجانب الغيبي والثواب وما إلى ذلك، هذا هو صحيح وفي مكانه، ولكن من الفوائد أن الإنسان وقته يكون منظم، برنامجه يكون منظم. ولذا الإنسان اللي يصلي صلاة أول الوقت جدا سهل عليه، أما إذا أخر الصلاة من أول الوقت، كل واحد منا يمكن يجرب هذا الأمر، إذا هو متدين باله يكون مشغول، لا يكون ينسى الصلاة، لا يكون مثلا يصير مانع، لا يكون كذا، فكرة يكون مشغول. زين، إذا فكرة صار مشغول بهذا الأمر، قد يغفل عن أمور أخرى. لذا في بعض الأحاديث صلها واسترح. يعني شنو صلها واسترح؟ يعني أنت إذا صليت في أول الوقت، فكرك وعقلك وروحك ووجدانك يكون في راحة. أولا في راحة لأنك أديت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فالنفس اللوامة بعد ما تلومك أنه لماذا لم تؤدي ما أمر الله، يكون في راحة، فكرك في راحة، تدري خلص أنت صليت، بعدين ما تشغل فكرك أن هناك دين في ذمتك يجب عليك أن تؤديه، ولا يكون أنسى، ولا يكون كذا، ولا يكون كذا. لأن الإنسان اللي برنامجه فوضى ومو منظم دائما باله يكون مشغول. فإضافة إلى هذه الجوانب، أن الإنسان في برنامجه يكون منظم، الصلاة في وقت معين يصليها، والصلاة جماعة، والصفوف مستحب أن تكون منظمة. عارفين الجماعة يقولون استووا استووا، هذا من المستحبات في الشرع، بس إذا صلاتهم ما بيها روح، ذاك إشكال في جانب آخر. الإنسان يكون منظم في صلاته، يكون منظم، لا يكون إعوجاج في الصف الأول والثاني وما إلى ذلك. الصوم كذلك، سائر العبادات كذلك، هذه تعلم فيما تعلمه للإنسان
من الأمور المعنوية والاستفادات المادية الجمة الكبيرة الذي قد نعلم بعضها ولا نعلم أكثرها، من جملة ما تعلمه الإنسان النظم في حياته، لأن الإنسان طبيعته طبيعة واحدة، إذا كان في بعض المجالات منظم يسري إلى بقية مجالاته، وإذا كان في بعض المجالات فوضوي أيضا يسري في بقية الأمور في حياته. فالعبادات أيضا بنيت على النظم حتى الإنسان يكون منظم، يكون ترتيب عنده في برامجه، يستفيد من وقته أكثر، يريح باله، يريح فكره، يريح عمله. والإنسان اللي باله مشغول كثير من الأحيان يغفل عن أمور أخرى، كثير من الأحيان تنتاب حالة عصبية. الواحد اللي باله وفكرة مشغول في قضية، شايفين، خاصة إذا قضية مهمة كانت، تنتاب حالة من العصبية، وبأقل كلمة أو زيادة أو نقيصة لعله يخرج عن طوره. حتى الآية التي تلوناها في صدر الكلام، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذه الآية في سورة الصف، التي هذه السورة بشكل عام تبين المشاكل التي ابتلي بها الرسول صلى الله عليه وآله، وكيفية لزوم معاملة المسلمين، وبعض المشاكل التي ابتلي بها موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام وعيسى، وبعض الحلول موجودة في هذه السورة المباركة. الشاهد في هذه الآية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ماذا تريد أن تقول هذه الآية؟ هل تريد أن تقول أن على الإنسان في القتال يقف في صف واحد في جميع الظروف؟ هذا مو المقصود من الآية، لأن القتال في كثير من الأحيان يحتاج إلى تقدم تأخر، وخاصة في هذه العصور اللي وسائل الفتك والقتل والأسلحة تقتضي أن تكون هناك طرق دفاعات محصنة. مو المقصود بشكل مباشر أنهم يكونون في صف واحد، يمكن في بعض الأماكن النظم والترتيب والبرنامج العسكري يقتضي وجودهم في صف واحد، يمكن، لكن الغرض من هذه الآية أن المسلمين إذا نظموا أمورهم في مسألة القتال ويستفاد منه في غير مسألة القتال، يكون النجاح والفلاح والفوز من نصيبهم، والله سبحانه وتعالى يحبهم لأجل ذلك. هذا المفهوم من الآية، مو المفهوم الحرفي، ولو أن المفهوم الحرفي قد يكون مرادا في بعض الصور. يقولون في بداية تأسيس كيان الإسرائيلي الغاصب الصهيوني، بعض المسلمين قاتلوا في سنة 48 47 49 قبل أكثر من 60 عاما، فأحد القادة كان يعني مثلا متدين، لكن تدين خالي عن الفهم، قال الله عز وجل يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فكل المقاتلين خلاهم في صف واحد، والعدو الإسرائيلي اجى وبمسلسل حصدهم كلهم، كلهم قتلوا. هذا مو المقصود، يمكن في مورد يكون هذا هو المراد، لكن بشكل عام الله عز وجل يقول كن منظما في أمرك، حتى أنه في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعرض في بعض الغزوات المقاتلين، فإذا واحد مثلا شوي قدام شوي وراء شوي سلاح مثلا أعوج كذا، كان يصلح الأمر حتى يعلمهم أن أمورهم تكون على النظم وعلى الترتيب وعلى التخطيط السليم وعلى العمل الذي يتبع ذلك. والإنسان إذا كان كذلك يكون النصر حليفة. يعني هاي الآية الشريفة اللي تقول بأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يقول الآن مثلا كيان صهيوني الغاصب كل مجموعتهم 5 ملايين، والمسلمون ما يقارب المليارين مسلم، زين، وستين سنة مو يوم يومين. لماذا؟ والآية تقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، زين، وتقول لو يكون منكم مجموعة صابرين قليلين يغلبون أضعافهم، والآن ماكو هذا الشيء.
جواب في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية يقول بإذن الله. يعني إذا أنت ونحن سرنا على المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا، ذاك الوقت راح نحصل النتائج الإيجابية، والقليل منا يغلب الكثير، كما حدث في غزوة بدر، 313 واحد من المسلمين ومقابلهم 1000 من المشركين، وسلاح المشركين كان أكثر من سلاح المسلمين، لكن لماذا تغلب المسلمون؟ لأن بإذن الله كان موجود. أما في غزوة أحد والمسلمون عددهم وعدتهم كانت أحسن من غزوة بدر، زين قتل من المسلمين 70 وانهزموا وتركوا رسول الله وحده، حتى أحدهم كما في التواريخ عثمان بن عفان انهزم إلى البحر الأحمر، 3 أيام يركض إلى أن وصل إلى البحر ومنعه البحر من الاستمرار في الفرار. ليش؟ لأنه في يوم أحد لم يعملوا بأمر الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول قال لهم احفظوا الثغر ولم يحفظوا الثغر، فلذا لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم النصر. الشاهد في الكلام أنه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني أمرهم يكون منظم، كما أن الجدار الذي يستعمل فيه الرصاص هذا قوي لا يتزلزل. حتى في قضية ذي القرنين قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني هذا الرصاص، لأنه هذا يقوي تماسك الجدار، هذا تشبيه المعقول بالمحسوس أو تشبيه لتقريب الفكرة إلى الأذهان، والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس، وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الشاهد أن علينا في كل أمورنا، حتى أنت الآن جاي للزيارة زين، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالكم وزياراتكم زين، جاي شهر أو أقل من شهر أو أكثر، صحيح الإنسان ما عنده التزامات أسرية كثيرة، ليس له التزامات اجتماعية عادة، ليس له التزامات وظيفية، ما أخذ له مثلا رخصة وإجازة، أو ما عنده التزامات في العمل، لكن مع ذلك إذا نظم برنامجه في هذه الفترة القصيرة يستفيد أكثر. بعض الزوار مثلا يقل من الذهاب إلى الحرم، أو لا يوفق كثيرا للذهاب إلى الحرم لأنه عنده أشغال كثيرة مثلا، أو التزامات كثيرة صارت له، هذا بسبب الفوضى كثير من الأحيان في عمله. لو ينظم برنامجه، هذا اليوم عندي صديق أزوره، هذا اليوم من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية مثلا أذهب إلى السوق، هذه الساعة أذهب إلى المكان الفلاني، هذا المقدار مثلا يكون برنامج نومي، لوجد متسعا من الوقت للزيارة أكثر من مرة أو أكثر من مرتين، ولوجد متسعا من الوقت لكي يصرف وقت أكثر في الأمور المعنوية الأخرى. فبناء على ذلك إذا أردنا أن نوفق في حياتنا علينا أن ننظم أمورنا الشخصية في حياتنا الشخصية، في حياتنا الأسرية، وكثير من المشاكل الاجتماعية التي تنشأ وبعض الأحيان لا سمح الله تؤدي إلى الطلاق بسبب الفوضى في حياة الزوجين، الحياة الأسرية، الحياة الاجتماعية، وأكثر من ذلك. يعني إحنا الآن كمسلمين كشيعة، لماذا المشاكل من كثير من الأماكن وكثير من الأحيان تحوطنا المشاكل؟ لماذا؟ لأن أمورنا كطائفة مو منظم، ليست لنا مؤسسات بالمعنى الحقيقي للمؤسسات، أعمالنا أعمال فردية. قد واحد كان يذكر كلام يقول كيف البعثيون حينما قاموا بالانقلاب العسكري قبل 40 سنة سيطروا على العراق مع أنهم كانوا 500 شخص، 500 نفر فقط، 500 نفر كانوا وقاموا بانقلاب عسكري وسيطروا على العراق وحكموا العراق ما أدري 35 سنة وأهلكوا الحرث والناس وفعلوا ما فعلوا.
وهناك عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين من المتدينين، وهذول 500 تغلبوا على أولئك. الجواب واضح، ذولاك 500 كانوا منظمين وإحنا ملايين غير منظمين، والخمسمية المنظمين يغلبون الملايين غير المنظمين. أمورنا كطائفة ينبغي أن تبنى على المؤسسات الحقيقية وارتباط هذه المؤسسات بعضها بالبعض الآخر. أنتم تشوفون أن مثلا كمثال اليهود الذين غضب الله عليهم، هؤلاء الآن على كل حال لهم ما لهم كما نعلم، هم معتدون، ولكن مع ذلك كل القوانين العالمية معهم، يعتدي وهو الذي يحصل على المكافأة، يظلم والعالم يتصور أنه هو مظلوم. لماذا؟ مع أنهم قليلين منظمين أمورهم، عندهم مؤسسات، وكلهم أعمالهم عادة تصب في اتجاه تأييد قضيتهم الباطلة. أما إحنا عادة، لا أقول الكل، أعمالنا فرط، وكان أمره فرطا كما في آية شريفة في مورد آخر. إحنا هم لازم علينا قطع النظر عن الأمور الشخصية والأسرية والاجتماعية، أيضا أمورنا كطائفة تبنى على النظم، تبنى على المؤسسات الحقيقية، تخرج من الحالة الفردية، حتى الله عز وجل يرانا سرنا في الأسباب التي جعلها، فذلك الوقت يأذن بأن ننتصر وتطبق هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، ونسألكم أن لا تنسونا من صالح الدعاء، وإن شاء الله ترجعون سالمين إلى سالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها